عن نستمر حملة وطنية مجتمعية عمرها 5 سنوات، بدأت مع بداية الأزمة وهدفها إنساني بتهتم بالعناية بالمتضررين من الحرب وبدعم ذوي الشهداء والجرحى وأسر المفقودين. لنحكي أكثر عن الحملة معنا عبر الهاتف من طرطوس المسؤولة الإعلامية عن الحملة مع نستمر ريم عبد اللطيف. أهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك. صباحكم جميل جدا اليوم، صباح الخير من طرطوس الى دمشق والى كل سوريا. نعم. صباح المطر الدافي ان شاء الله، بهالمطر الله يبعث الخير والشيء المنيح كثير لكل السوريين. واهم شيء نصر لحماة الديار بالميدان السوري اليوم، اكيد في مطر بكل سوريا اليوم كانه هيك سمعنا. نعم. ان شاء الله ان شاء الله هيك، الله يحميهم لابطالنا وصباحك خير يا رب. يا ريم، ريم بالبدايه خلينا نتعرف اكثر عن حمله معا نستمر وشو هي اهم الانشطه يلي كانت اكيد خلال شهر كانون. شكرا لكم دائما في الاخباريه السوريه لمواكبه هذه الحمله بكل النشاطات. اكيد مثل دائما بقول حسب عنوان الحمله هي معا نستمر، ونحن مستمرين بتقديم الدعم المعنوي المادي والوقوف مع ذوي الشهداء والجرحى. طبعا هذا دعم لانتصارات الجيش العربي بالبداية أكيد، ونحن منهم مننطلق لمساعدة الآخرين. نحن الشهر الماضي كان عندنا نشاط كتير إنساني وخيري نوعا ما، هو كان بمبادرة عدة أشخاص مع بعضنا، قدمنا نوع من الدعم المادي للأسر الفقيرة من أبناء الجيش العربي السوري. اليوم نحن نتجه باتجاه أبناء الجيش العربي السوري للحالة اللي عم يعيشوا فيها، للإنجازات اللي عم يقدموا لنا إياها، فنحن لازم نكون واقفين مع هذه الأسر بغياب الأبطال. في شيء كتير حلو كان، زرنا عدد من أسر هؤلاء وقدمنا لهم ما باستطاعة هذه الحملة. وطبعا التقينا بعدد ضمن مبادرات شخصية نوعا ما بعدد من الجرحى، لم يكن اللقاء معهم لم يكن جمعيا، ولكن كان لقاء لعدد من الجرحى في بيوتهم والمساعدة، تقديم المساعدة لهم قدر الإمكان. نعم. يمكن ريم قد ما حاولنا نقدم لرجال الجيش العربي السوري يمكن ما بنقدر انه فيهم جزء من تضحياتهم، المبادره هدفها انساني، قديش فعليا المهم اليوم مثل ما قلنا الاستمرار بالمتابعه والاستمرار بالدعم، يعني اسم المبادره معا نستمر، فقديش مهم فعليا الاستمرار بدعم ذوي الشهداء، اهالي المفقودين، المتضررين من الحرب اليوم في سوريا. أكيد هلأ معنا نستمر مستمرا كنا بالحرب، هي هدفها إنساني إن شاء الله بتخلص الحرب وإن شاء الله نحن رح نقدر نضل مستمرين مع أبناء الوطن. هلأ هي هدف الأساسي الاندماج المجتمعي، يعني خلق روح من الاندماج المجتمعي وهذا الدعم المعنوي قبل المادي. طبعا انتصارات الجيش هي الأقوى بهذه الأيام، ونحن كل فترة عم نشوف إنجاز يحقق ونصر كبير جدا. يعني أنا بشوف دعم أبناء الجيش ما في فرق يعني بين أسر الشهداء أو الجرحى أو الجيش أو المفقودين، هم كلهم أبناء الوطن. نحن نقدم هذا العمل الإنساني بحالة ثقافية، بحالة تطوعية، بحالة إنسانية، بحالة خيرية، بجهد من عدد من الأفراد متعاونين معنا بهذه الحملة. ريم يعني خلينا نحكي عن الأشخاص المتطوعين معكم، يمكن بضمن هيدا الفريق أو خلينا نقول هالعائلة، خلينا نحكي مين هنن الأشخاص واختصاصاتهم المتطوعين، وأكيد في متطوعين من أسر الشهداء صحيح؟ صحيح. هلا ما يميز حمله معنا نستمر ونحن نفتخر بهذه الحمله، ينضم بهذه الحمله عدد من اسر الشهداء، لدينا نخبه كبيره جدا من فئه الشباب المثقفه والواعي، ولدينا فئه ايضا او عدد كبير من الاصدقاء الموجودين في المؤسسات يعني مؤسسات الدوله يعملون بها، وهم يقدمون نفسهم تطوعا بهذه الحمله. عندنا اطباء، عندنا مهندسين، عندنا مثقفين، عندنا متطوعين شباب ايضا، يعني تكون يعني مفاجاه هي من الجرحى، احد الجرحى كانوا كنا تواصلنا معهم، لدينا 3 جرحى تواصلنا معهم واحبوا انه ينضموا لهذه الحمله ويعملون معنا اكثر من شخص.
يعني هذا شيء جدا جيد. هلا ما يساعدنا بهذه الحملة وجود تنوع من فئة العاملين المتطوعين الصبايا والشباب وخاصة المثقفين، يعني هم من يدركون أوجاع هذا الوطن ويعلمون ويعرفون كيف يقدمون الخدمة. طيب ريم، خلينا نحكي عن نشاطات الحملة، هل هي محدودة بمحافظة أو بجميع المحافظات عم تحاولوا توصلوا لأكبر عدد ممكن؟ صراحة الحملة تستقبل وتستقطب أي حالة تصل إلينا. نحن نستقطب أي حالة لأي جريح أو أسرة شهيد أو مفقود أو متضرر أو حتى الوافدين، يعني نحن نستقطب أي حالة تأتي إلينا من خارج المحافظة أو من ضمن المحافظة. لا يوجد فرق بين أبناء المحافظة وغيرهم، يوجد لدينا أشخاص تعاوننا معهم وقدمنا لهم الدعم من خارج محافظة طرطوس، من حتى بالريف البعيد، في عنا من أطراف جبلي، من وادي العيون، من مصياف، يوجد لدينا جرح أصدقاء أصبحوا لنا من حما. يعني نحن لا نميز بهالحملة أي حالة جريح وأي حالة متضرر من الحرب، لا تمييز في هذه الحملة، نحن نقدم الجهد والمساعدة لمن يطلب ولمن يصل إلينا. نعم ريم، اكيد نحن بدنا نقول لكم الله يعطيكم الف عافيه يا رب، ودائما يعني بما انه صلنا فايتين على سنه جديده او فتنا صلنا بالشهر الثاني، شو هي نشاطاتكم لعام 2018؟ شو محضرين وشو هي الخطط الاساسيه يلي رح تمشوا فيها؟ عندنا شيء كثير جميل رح نشوفه وان شاء الله رح نلتقي نحن وياكم وسوا قريبا جدا، رح نشوف عمل بمناسبه اعياد اذار، ولكن هذا العمل يميزه انه سوف يتنوع من كل اطياف المجتمع، حتى معنا ذوي احتياجات خاصه، معنا ابطال الجيش العربي السوري، معنا جرحى، رح نشوف هذا العمل بمناسبه الانجاز الاكبر اللي حققه الجيش العربي السوري هو اسقاط الطائره الاسرائيليه، وهو انا ما كنت بدي صرح عن هذا الموضوع ولكن هذا نصر كبير جدا لنا، لذلك علينا ان نحتفل به ونحضر لهذا العمل ان شاء الله. سوف نقدم دعم كبير جدا لكل من يكون معنا بهذه المناسبه وبهذا النصر الكبير اللي حققه الجيش العربي السوري باسقاط الطائره الاسرائيليه. اكيد انتصار عظيم، راح نواكب معكم جميع تفاصيل هيدا المشروع بصباحنا غير. ريم عبد اللطيف المسؤول الاعلامي لمبادره معا نستمر، بدنا نتشكرك كنتي معنا عبر الهاتف من طرطوس، نتمنى لكم التوفيق على جميع الخطوات القادمه اللي عم تحضروا لها. أنا بتشكركم جميعاً وبس بدي وجه شكر لكل الجهات الرسمية الداعمة لنا، الجهات الحزبية، السيد أمين الفرع، الرفيق الأمين لفرع حزب الباس العربي الاشتراكي، وسيد محافظ طرطوس الداعم لنا دائماً بكل خطواتنا الوطنية والداعم بهذا العمل الميداني، وكل الجهات التربوية في مديرية الصحة أيضاً في البلدية. هناك يوجد معنا أشخاص جداً يعملون وذو قيمة ويقدرون هذا العمل، يعملون معنا بكل وفاء. أكيد بدنا نوجه تحية لجميع الجهات المعنية اللي ذكرتيها. وبدي وجه الشكر الأكبر أكيد لأفراد حملة معنا نستمر فردا فردا، هم يعملون بجد ونشاط، طبعا أنا مسؤولة إعلامية فقط بالاسم ولكن هم يعملون يمكن أكثر مني وأنا دائما ترفع لهم. نعم شكرا اكيد كثير، ونحن بدنا نضم صوتنا لصوتك وبدنا نوجه لهم تحيه اكيد، والله يعطيكم الف عافيه.